استيقظ العالم هذا الصباح على أنباء محاولة انقلاب على الحكم. هذه المرة ليست من أي دولة قد تخطر على بالكم، بل من قلب أوروبا، من ألمانيا، حيث بات 25 فرداً من منظمة يمينية متطرفة الآن في قبضة الشرطة الألمانية، التي لم تكشف عن أي صور للمعتقلين في العملية إلا لرجل واحد منهم. أعضاء هذه المجموعة اليمينية حاولوا قلب نظام الحكم بالتخطيط لمهاجمة مبنى البرلمان الألماني ثم المؤسسات الأخرى، فهم يعتقدون حسب الشرطة بأن ألمانيا تديرها الدولة العميقة التابعة للحلفاء، أي حلفاء؟ حلفاء الحرب العالمية الثانية، وأن موظفي ألمانيا الفيدرالية غير معترف بهم. فالإمبراطورية الألمانية لم تسقط ولم تنتهي قانونيا ودستوريا حسب أدبياتهم. الذي حدث أن الحكومة الألمانية جندت 3000 رجل أو رجل أمن من مختلف الأجهزة، من قوات الشرطة إلى القوات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب، وانطلقوا جميعا في عملية بدأت خلال ساعات الفجر الأولى عبر التراب الألمانية، وداهمت القوات العشرات من المنازل والمقرات، وانتهت بإلقاء القبض على 25 شخصا دون أن تطلق رصاصة واحدة، بل دون أن تظهر صورة لأي من المعتقلين إلا رجلا واحدا فقط. يتعلق الأمر بمن يشتبه في أنه العقل المدبر لمجموعة مواطني الرايخ أو رايخ برجر، فقد أوقف صباحاً من منزله قرب برلين، وهو هذا الذي يظهر في الصورة. يطلق على نفسه الأمير هارنتش 13، وعمره 71 عاماً. لكن تقول دير شبيغل إنه بالفعل أرستقراطي وينحدر من عائلة ألمانية نبيلة. ألمانيا تقول إن هذه المجموعة عنصرية ومعادية للسامية، وتصفها أيضا بالإرهابية، وهي تنادي بإسقاط ألمانيا الفيدرالية وإحلال جمهورية ألمانيا الإمبراطورية بديلا عنها. هنا عناصر من المجموعة يتظاهرون أمام البرلمان الألماني ويحملون العلم ذا النسر الأسود والألوان المختلفة، وهو كما ترون مختلف تماما عن العلم الألماني المعروف. في الحقيقة هذا العلم هو علم بروسيا أو ألمانيا الإمبراطورية ما بين عامي 1871 إلى عام 1918، فهذه المجموعة تعترف فقط بحدود ألمانيا ما قبل الحرب العالمية الثانية، وهي هذه التي تضم أجزاء من النمسا وبولندا والمجر وتصل إلى غاية دول البلطيق. هذه هي الخريطة الرسمية لحدود الإمبراطورية الألمانية قبل الحرب العالمية الثانية. أما وزارة الداخلية الألمانية فقالت تعقيبا على العملية إن أفراداً ينتمون إلى حركة مواطني الرايخ أو رايخ برجر يشتبه في قيامهم باستعدادات ملموسة، الهدف منها اقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة. هناك اشتباه في أن هذه المجموعة كانت تخطط لمهاجمة المؤسسات الدستورية في البلاد. تقول التقارير الألمانية إن المجموعة يقودها أيضا هذا الرجل واسمه وولفغانغ جيرهارد إيبل، الذي نصب نفسه مستشارا لحكومة الرايخ المؤقتة، وهو موظف سابق في شركة السكك الحديدية في ألمانيا الشرقية، وعمل منذ عام 1985 على سك العملة وطوابع البريد وشعارات لحكومته، ثم انشق أتباعه مرات عدة إلى أن وصلوا تجمعا واحدا هو مواطنو الرايخ الذي اعتقل أعضاؤه اليوم.
أما عملية مماثلة شهدتها ألمانيا في مارس آذار عام 2020 واستهدفت أيضا نفس المجموعة، لكن الشرطة الألمانية تقول إن هذه العملية هي الأكبر من نوعها ضد اليمين المتطرف المتورط في عمليات ذات طابع إرهابي شاركت فيها طائرات الهليكوبتر. اثنان من الموقوفين ألقي القبض عليهما في إيطاليا والنمسا، بينما يوجد بين المعتقلين مواطن روسي يدعم أفكار اليمين المتطرف. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.